ما هو أمر الاستثناء؟ من المحتمل لخدمات الأطفال أن تتقدم إلى المحاكم لتبعد المعتدي من بيت العائلة لكي يبقى الطفل في البيت بدلا من أن ينقل إلى عناية الإدارة المحلية. هذا الطلب يمكن فقط أن يتحقق إذا أرفق إلى طلب عناية مؤقت أو طلب حماية طارئ، ومثل هذه الطلبات نادرة.